وللحديث أكثر عن استمرار التظاهرات والإضرابات في إيران وتأثيرها على الاقتصاد المتداعي هناك إثر العقوبات الغربية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المذحجي. مرحبا بك معنا. أهلا وتحياتي للسادة المشاهدين. مرحبا فيك أستاذ محمد. احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق تشهدها إيران منذ قرابة عام، سبقها موجة من التظاهرات للمطالبة بتحسين المعيشة، هل تجد خطوات حقيقية من النظام لتحسين المعيشة أم يكتفي بالقمع قمع المطالبين بذلك في علاج الأزمة؟ يعني نظرا لعجز النظام الإيراني في يعني التصدي والتخفيف على المواطن بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، فضلا على الفساد المستشري بين المسؤولين والصراع الداخلي بين الأجنحة في النظام الإيراني، فالحل الوحيد أمام النظام الإيراني للسيطرة على الوضع هو الذهاب للمزيد من القمع، وهذا هو المتوقع. ولا يوجد حل حقيقي أمام النظام الإيراني بسبب الإشكاليات البنيوية في هذا النظام وعدم أسس اقتصادية صحيحة للبلاد منذ أكثر من 4 عقود بعد ثورة 1979. فنرى اليوم تراكمت هذه المشاكل، وكل 3 أعوام نرى أن سعر وقيمة العملة خصوصا الدولار ترتفع بشكل متوسط 50%، واليوم أيضا نرى أن سعر صرف الدولار وصل إلى مبالغ رياسية ما يقارب 530,000 ريال إيراني مقابل كل دولار، وهذا يعني أن الرواتب معدل الرواتب في إيران التي لا يتجاوز ما يقارب 250 دولار لكل أسرة، لا يمكن للأسر أن توفر ما تحتاجه الأساسيات الحياة. وهناك تقديرات تقول في إيران صحفية وإعلامية تمت من قبل مؤسسات إعلامية مرموقة في إيران أن المواطنون يصرفون أكثر من 75% من رواتبهم على الطعام فقط، وباقي ما تحتاجه الأسرة، بعض الأسر عاجزة عن توفير الاحتياجات الأساسية لأفراد العائلة. نعم، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه التظاهرات والإضرابات من الممكن أن تؤثر في هيكلة الاقتصاد الإيراني؟ يعني حتى الآن نرى أن استمرار هذه الاضطرابات في أدنى تقدير أدى إلى تعزيز معنويات الأجنحة المعارضة لخامنئي والحرس الثوري داخل النظام، وهذه الأجنحة بدأت تتحرك، وهذا التحرك أثر سلبا أيضا على أداء النظام الإيراني الاقتصادي والإداري كان سيئا، وهذه الاحتجاجات عززت هذه الصراعات وعجزت من هذه الصراعات داخل النظام الإيراني، ما سيزيد من الطين بلة بالنسبة للنظام الإيراني. وكذلك الإضرابات هي أيضا تضغط على الاقتصاد الإيراني وتقلص من يعني ما تحصل عليه الحكومة، ويجب عليها أن تصرف المزيد، وكذلك القمع أيضا يحتاج صرف. يعني الآلية القمعية في إيران هي ليست دون كلفة، فالحكومة تدفع كلفة كبيرة يعني الحفاظ على الآلية القمعية في البلاد واسترضاء القوات التي تقمع المواطنين، وهذه الاحتجاجات هي مستمرة على طول، يعني ليست احتجاجات محدودة شهر أو شهرين وتنتهي، نرى أن هذه الاحتجاجات الأخيرة الآن دامت أكثر من سنة، وهذه كلها تكاليف على اقتصاد البلد. نعم، تكاليف، وخاصة بأنه بالتزامن مع هذه الإضرابات المؤثرة يلاحظ تراجع كبير في إنتاج النفط والصناعات القائمة عليها من بتروكيماويات وغيرها، كيف يؤثر ذلك ولماذا هذا التراجع؟ يعني أحد أسباب التراجع هو تهالك البنية التحتية بالنسبة للمنشآت النفطية في إيران، ومنذ أكثر من عقد هناك مطالب داخل النظام الإيراني تطالب بإعادة البنية التحتية يعني المنشآت النفطية والغازية في إيران، لكنه بسبب قلة المصادر، مصادر العملة الصعبة والعقوبات
المفروضة على الإيران خاصة الأمريكية، وكذلك الإضرابات المستمرة في القطاع العمالي، نرى أن النظام الإيراني لم يتمكن من إعادة هيكلة هذه البنية التحتية، والآن يتقلص كم من إنتاج النفط والغاز في إيران بمستويات قياسية، فضلا على أن العقوبات أيضا أثرت على الزبائن، وهناك قلة في زبائن النفط الإيراني والغاز كذلك، وإيران أيضا عجزت عن مد خطوط أنابيب الغاز والنفط التي تحتاجها حتى تصدر الطاقة إلى الخارج، وذلك أيضا بسبب العقوبات المفروضة على الشركات الأجنبية التي كان من المفترض أن تذهب لإيران، ومنها شركة توتال مثلا في حقل الشمال المشترك مع قطر. لم تتمكن شركة توتال من مساعدة إيران لاستحصال المزيد من الغاز والنفط هناك، والآن نرى أن هذا أثر على كمية إنتاج النفط والغاز إلى الخارج. نعم، بالإضافة طبعا إلى العقوبات الغربية التي كان آخرها ما فرضته أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تقليص فرص النظام للخروج من أزماته بفعل هذه الضغوطات الجديدة أو العقوبات الجديدة. نعم تماما، يعني الآن اليوم مثلا بريطانيا فرضت عقوبات جديدة على الحرس الثوري، ووضعت كامل كيان الحرس الثوري على لائحة العقوبات البريطانية، وهذا يمهد لتصنيف الحرس الثوري على لائحة الإرهاب في بريطانيا، وهناك مطالب كثيرة في بريطانيا تطالب بوضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب. ونعلم أن الحرس الثوري حسب الإحصائيات الموجودة في إيران يسيطر على أكثر من 60% من العملية الاقتصادية الإنتاجية في إيران، وسدس ناتج مالي الناتج المحلي الإيراني يذهب في جيب الحرس الثوري، وهذا مبلغ هائل. الآن نرى إن تم وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب والعقوبات البريطانية، هذا كله أيضا يؤثر على الجزء الاقتصادي والتبادلات المتعلقة خارج البلاد بهذه الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يديرها الحرس الثوري على مستوى العالم، ويجني أموالا كبيرة، وطبعا يساعد اقتصاد الحكومة والنظام الإيراني. فمن هنا أيضا هذه العقوبات لها فعل كبير وستستمر، ونرى أنها ستزداد. يعني اليوم الخطوة البريطانية مهمة، لأن بريطانيا موقفها معروف، وكانت دوما تدعم النظام الإيراني من الجانب الاقتصادي، وتحاول أن لا تفرض على النظام الإيراني عقوبات اقتصادية مؤثرة، لكن الآن نرى بريطانيا تحذو حذو الولايات المتحدة. نعم، شكرا لك الأستاذ محمد المدحجي المتخصص بالشأن الإيراني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.